حلقة النهاردة هو ألماني الأصل، دخل الإسلام منذ سنوات، تزوج بزوجة مسلمة إيرانية، فلما سألوه على ديانته قبل كده وقالوا له هل كنت مسيحيا، رد عليهم وقال لهم أنا كنت ملحد. فلما سألوه إيه اللي خلاك تسيب الإلحاد وتتوجه للإسلام، قال لهم لما بحثت عن الإسلام وجدت أن عدالة الإسلام فوق كل الأديان، وما قرأته في التاريخ في الكتب أثبت لي هذا، وكتب الصحابة والتابعين للرسول عليه الصلاة والسلام. وبيقول إن الكتب اللي قراها دي هي اللي أكدت لي إن الإسلام فوق كل الأديان. وبيقول لما حبيت أقرأ في القرآن قرأت 6 ترجمات للقرآن من مترجمين متعددين حتى يصل لي المعنى الكامل للآيات. فيلا نشوف لجنة التحكيم استقبلته إزاي وماذا قرأوا له من الآيات. كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون منه. لماذا زين كتاب شو يا الله وما
سلام.